مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده واسبوع جديد وهنا العاصمه. النهارده الحقيقه عندنا اخبار كتيره، لكن ضيوفنا هيتكلموا عن ما ستواجهه مصر يوم 5 نوفمبر المقبل في جنيف، حيث المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحده اللي بيراجع مواقف الدول من حقوق الانسان. والحقيقه ان مصر عندها موقف صعب، أمامها مجموعة من الملفات الصعبة وأمامها مجموعة من القضايا الصعبة، وفي 125 دولة طلبت تتكلم في هذه الجلسة الدولية، غالبا معظمها هتهاجم الوضع المصري لحقوق الإنسان. مين اللي هيمثل مصر؟ هيمثل مصر الخارجية المصرية وممثلين للدولة المصرية، أيضا في المجلس القومي لحقوق الإنسان هيقدم تقريره النهاردة. عندنا من هذه اللجنة للجنة المراجعة وضع حقوق الإنسان الأستاذة منى ذو الفقار والأستاذ ناصر أمين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيقولوا لنا إيه التقرير اللي هتقدمه مصر، الإيجابيات والسلبيات في الوضع المصري لحقوق الإنسان. وأيضا في عدد من جمعيات حقوق الإنسان الرافضة المصرية الرافضة لوضع أو المنتقدة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر أيضا هتعرض وجهة نظرها. ده على جانب، على الجانب الآخر الإخوان بيشنوا عدتهم وبيعدوا عدتهم، هيعملوا مؤتمر صحفي أعتقد يوم الاثنين القادم بعد بكرة في السويس بريس كلاب أو مركز أو نادي الصحافة السويسري، في وقفات احتجاجية. أتمنى أيضا من الجالية المصرية بقى لو في بالفعل صرح بوقفات احتجاجية للإخوان، أن الجالية المصرية في سويسرا أو في جنيف تقوم أيضا بوقفات احتجاجية على الجانب الآخر. في معركة يوم 5 نوفمبر مصر لديها معركة دولية هتقف فيها تدافع عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ولكن أيضا الحقيقة أنه هيكون أمامها هجوم من عديد من المنظمات، هيومن رايتس واتش، أمنستي انترناشنال، عدد كبير من جمعيات حقوق الإنسان اللي بتنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر. هنسمع من الأستاذة منى ومن الأستاذ ناصر عن وضع حقوق الإنسان، إيه اللي ممكن نعمله لتحسين هذه الأوضاع، إيه اللي مصر هتقوله لمناقشة وللدفاع عن الوضع المصري أو وضع أوضاع حقوق الإنسان في مصر. دي مراجعة دولية، وعايزين إيه نخرج شوية من نظرية المؤامرة ونتكلم إن دي مراجعة دورية بتحصل كل 4 سنين. صحيح الإخوان بيعدوا عدتهم لي طبعا الكلام كتير وربعة، وحنسمع كل يعني ما قاله مالك في الخمر، لكن مصر أيضا لديها دفوع مهمة. آخر مراجعة لوضع مصر لحقوق الإنسان كان سنة 2010، دي مراجعة بتحصل كل 4 سنوات، وبالتالي لازم نسمع وجهة النظر الأخرى، لازم يكون لدينا دفاع ودفوع مهمة، ولازم نشوف إحنا عندنا إيه. والله عندنا أمور جيدة ندافع عنها ونتكلم عليها، يعني مثلا المجلس القومي للمرأة هيروح يتكلم عن قضية المرأة وعن حقوق المرأة وعن ما حدث من تقدم لحقوق المرأة، وهيتكلم أيضا عن الأشياء التي يجب أن تفعل ويجب أن تنجز على الأرض للدفاع عن حقوق المرأة. لكن بالتأكيد في قضايا ممكن أنها تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. صحيح إحنا في معركة مع الإرهاب، لكن العالم كله بيبصلنا، ولازم نكون عارفين إن إحنا لسنا بمعزل عن العالم، ولازم تكون كل قوانيننا وقواعدنا واللوائح عندنا منطبقة مع الوضع العالمي لحقوق الإنسان. لكن إحنا في معركة مع الإرهاب، وعندنا وضع استثنائي، عندنا وضع استثنائي بقى له 4 سنين الحقيقة، عندنا وضع استثنائي في الشارع، عندنا وضع استثنائي في مواجهة الإرهاب. هذا الوضع كان موجود في دول كثيرة، كان موجود في أمريكا في الباتريوت أكت اللي كان موجود بعد الهجوم على أبراج التجارة. كل أمريكا اتغيرت، كل قواعدها اتغيرت، وأصبح في جوانتانامو، ودي مناهضة تماما لحقوق الإنسان. إحنا عندنا وضع استثنائي، نقدر نقول ما لنا وما علينا، وهو ده أعتقد التقرير اللي هيقدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان. في أشياء يمكن إصلاحها، وفي أشياء لازم نشتغل عليها، وفي أشياء يجب أن ندافع عنها بقوة، لأن مصر في وضع استثنائي بالفعل نتيجة الوضع الإرهابي اللي احنا فيه بقالنا سنة ونص، في موجات إرهابية مستمرة، وده بالتأكيد يواجه بقواعد استثنائية وبقوانين استثنائية. هنعرف تفاصيل ما سيحدث في جنيف، لن تكون معركة
سهلة، معركة صعبة جدا أمام الوفد المصري، لكن أنا واثقة أن الوفد المصري سواء من يمثلون الدولة أو من يمثلون المجلس القومي لحقوق الإنسان أو بعض جمعيات الحقوقية يعني الجمعيات الحقوقية المحترمة هتدافع عن الموقف المصري وهتقول والله لدينا مشاكل أيوة في هذه الأمور وهذه القوانين. ده هيكون الجزء الثاني من حلقتنا. الجزء الأول عندنا عدد كبير من الأخبار، لكن أنا عارفة أن ناس كتير تشعر بزيادة وتيرة العنف في اليومين الثلاثة اللي فاتوا منذ الجمعة الماضية والحادث الأليم اللي حصل في سيناء، ثم بالأمس كان في حادث آخر مدرعة تانية استهدفت، ثم القنبلة اللي البداية اللي انفجرت تحت كوبري غمرة وما حدث في بورسعيد. في شعور وفي النهاردة كمان في مدرعة فجر اليوم أو صباح اليوم كان استهدفت أيضا وأصيب فيها عدد من الجنود والضباط. في شعور بتزايد الموجة الإرهابية، وده لازم نشعر أنه شيء طبيعي، لازم نفهم أن ده شيء طبيعي. هذه معركة طويلة النفس، هذه معركة طويلة الأمد، مش معركة مش ماتش كورة وخلصنا وجزئين وعلى بريكين وبينهم 15 دقيقة، لا، دي معركة حشدت لها الأموال وحشد لها الإرهابيون بقالهم سنين، 4 سنين كاملة من 2011 منذ فتحت الحدود، من 2011 والطيارات بتيجي، ثم جاء وقت مرسي والطيارات بتيجي والعفو يأتي، ويعني سيناء دي مليئة بالإرهابيين، في إرهابيين في كل مكان موجودين، السلاح تم حشده بكميات ضخمة جدا، سنة كاملة السلاح بيكدس في شبه جزيرة سيناء. ما نتوقعش أن المعركة دي هتنتهي بضربة فاصلة وضربة قاضية، الجيش مستمر في عملياته، تحريك الناس مستمر وهدم، كل شوية بنكتشف أنفاق تحت بيوت، ده في نفق 1700 متر تحت بيت، يعني العمليات مستمرة، وبالتالي نتوقع من العدو أيضا ضربات، ونتوقع من العدو تمويل، في تمويل زيادة اليومين دول، وهو ده اللي لازم السلطات تاخد بالها منه، إن في فلوس زيادة في البلد، كل ما تشوف وتيرة الإرهاب مزدادة تعرف إن في فلوس اتصرفت، فلازم هو ده اللي ناخد بالنا منه. لكن أن نشعر بإحباط، أن نشعر أنه طب وبعدين، طب ما ده رجع، لا، ده شيء طبيعي جدا. هذه معركة على حلقات ودرجات ومسلسل مستمر، في ضحايا في ضحايا، لكن لازم يكون عندنا ثقة، لازم يكون عندنا قوة، لازم يكون عندنا عزيمة، ونبقى عارفين أننا في النهاية نحن المنتصرون. ليه؟ ببساطة لأن الحق معانا، ببساطة لأن هذه دولة أمام مجموعة من الإرهابيين، ببساطة لأن الشعب كله واقف وقفة واحدة. دي كلها أشياء يجب أن تكون ثقة، نشعر بثقة أن مهما حصل نحن في النهاية المنتصرون. والأخبار مش كلها سيئة، يعني النهاردة مثلا المتحدث باسم وزارة الداخلية اتكلم عن القبض على مجموعة من الإرهابيين، من أهمهم مجموعة كانت في تم تدريبها في سوريا، ما بين سوريا وتركيا، وإزاي أن هم كانوا بيواجهوا الجيش النظامي في سوريا وكانوا بيشتغلوا مع داعش والنصرة وغيرهم. خلونا نسمع بعض هذه الاعترافات، وهناك اعترافات أخرى. تواصل وزارة الداخلية معركتها الحاسمة والفاصلة مع بقايا جماعات الظلام والعنف وإحباط مخططاتها الإرهابية، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من تحديد وضبط إحدى الخلايا الكامنة بنطاق محافظة دمياط، سبق لعناصرها السفر لدولة سوريا والانخراط بصفوف الجماعات الإرهابية وعودتهم للبلاد انتظاراً لصدور تكليفات لهم بتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر. اعترفوا بسابقة مغادرتهم للبلاد لدولة تركيا وتسللهم منها لدولة سوريا والانضمام لإحدى المعسكرات الإرهابية وتلقيهم التدريبات البدنية والفكرية والعسكرية ودورات متخصصة في إعداد العبوات المتفجرة والمشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية. أنا معسكر كتيبة خطاب، ضربنا فيها هناك التدريب لمدة شهر تقريبا، تدريب بدني وتدريب تكتيكي وتدريب على السلاح، وشاركنا في عدة عمليات عسكرية هناك، منهم عملية في معارة الأطيق، وما قدرش لها النجاح. أول عملية مع خطاب المصري
ذهبت معه للهجوم على عمارتين كان فيهم حزب الله، وكان دوري تأمين الخطاب المصري هو ابن أبو خباب. في تاني عملية واللي متمتش اللي كانت في معامل الدفاع، واللي المفروض كان هيشارك فيها الخطاب المصري والدولة الإسلامية، ولكن حصل خلاف بين الخطاب المصري والدولة الإسلامية ومتمتش عملية. وسلمني المعسكر تجهيزي تابع لكتيبة اسمها الخطاب المصري. الكتيبة دي تابعة لتنظيم دولة العراق، دولة الإسلام في العراق والشام اللي هي حاليا اسمها داعش. وكان المسؤول التثقيفي يقدم لنا الدروس الدينية وكده، يقول لنا الحاجات الفكرية بتاعتنا. كان اسمه أبو حمزة السيناوي من محافظة سيناء. وكان في عندنا دورة تدريبية لمدة 3 أيام مكثفة، كان مدالنا واحد اسمه أبي يعقوب الجزراوي. الدورة دي لفك السلاح وتركيبه. وكان في دورة تانية لمدة 5 أيام دي على حرب المدن التكتيكية وطلوع الجبل ونزوله واستخدام السلاح. هذه الجماعة عادت إلى مصر بعد ما تلقت عدد من التدريبات، تصنيع متفجرات، هجوم إرهابي، كل شيء بقى داعش بقى، يعني دول كانوا بيشتغلوا مع داعش ومن داعش للنصرة، يعني تنقلوا من أحسن مدربين للإرهاب في العالم. وطبعا جزء، طبعا عارفين النصرة ده جزء من قاعدة، فبالتالي يعني دول الإيه، يعني الماسترز اللي هم يعني أحسن أساتذة إرهاب في العالم، وجم في انتظار التكليفات في مصر وتمكنت القوات من القبض عليهم. الجزء الآخر أو الاعترافات الأخرى أيضا مجموعة من الشباب الصغير الحقيقة اللي استخدم مؤخرا لتفجير شبكات الكهرباء، لإلقاء المتفجرات أو العبوات الناسفة على أقسام البوليس، حتى عبوات الصوت. هنسمع ماذا قالوا حول العمليات الإرهابية واعترافاتهم. كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الوطني، الأمن العام والأمن المركزي بالتنسيق مع مديريات أمن الإسماعيلية، سوهاج، البحيرة والشرقية من ضبط 4 خلايا إرهابية ضمت 34 عنصرا وبحوزتهم عبوات ناسفة، أسلحة نارية وبيضاء، كميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، كميات كبيرة من المواد الكيميائية وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، زجاجات مولوتوف معدة للاستخدام وألعاب نارية، أجهزة لاسلكي، أجهزة كمبيوتر، كاميرات تصوير، عدد كبير من الهواتف المحمولة، متورطين في ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية ومنها ما يلي: إلقاء عبوات متفجرة بمحيط قسم شرطة ثاني الإسماعيلية وبفناء مدرسة السلام الإعدادية بنات، وإضرام النيران في عدد من سيارات الشرطة، ومشاركتهم في التعدي على بعض المنشآت الهامة وإحداث شغب وقطع الطريق ومحافظة الإسماعيلية. عملتها وديتها لطه، وطه ادها للناس هم 2 بس انا ما اعرفهمش، لان انا طلبت من طه ان محدش يعرفني، فطه ادها للناس، والناس دول عرفت بعد كده ان هم راحوا رموها في ظهر قسم تاني عند العربيات. انا طبعا ظلمت نفسي معاهم وظلمت اهلي وضيعت مستقبلي بيدي بسبب الموضوع ده، لان هم ضحكوا عليا جدا، لان هما كل واحد فيهم قاعد في بيتهم مرتاح، قاعد في تكييف، احنا بننام على البلاط. حضرت دورتين لتصنيع العبوات المتفجره، صنعنا بعد كده ال 14 عبوه، وكل العبوات كنا بنشغلها بسلك او تايمر غسالة، والعبوات دي اللي تنفذ بيها كل العمليات اللي حصلت في مركز من القمح. جاله تليفون وقال له انهم بدأوا يتحركوا، وهو اول ما عرف انهم بدأوا على العربيات بتاعت الكمين، وقال لي ابدأ لف وارجع تاني على الكوبري الدولي، وانا راجع على الكوبري الدولي قال لي يطلع من اتجاه المحمودية ويركن في نص الطريق. نزلت طلعت ال3 كياس اللي كان فيهم مولوتوف وحطيتهم لهم على الارض، وقال لي الكيس ده اللي فيه المسامير، اخدت انا الكيس وبدرته على الارض ورا العربيه، وهم كل 2 اخدوا مجموعه من الكيس وراحوا بيها على الجوانب بتاعه الطريق. انا دورت العربيه وفضلت مستني فيها لغايه ما هم الدنيا ولعت، جم ركبوا العربيه وقال لي اجري بيها.
ده جزء من اعترافات أعلنت عنها النهاردة وزارة الداخلية لبعض الخلايا اللي تم القبض عليها. فكلما شعرنا بارتفاع وتيرة العنف أو تزايد وتيرة العنف لازم نعرف أيضا أن الحقيقة اللي بيتقبض عليه والحقيقة اللي بيتم كشفه والحقيقة اللي بيتم تحريزه والقنابل اللي بيتم إبطال مفعولها أكتر كتير من اللي بينفجر. صحيح احنا مش عايزين اللي بينفجر، لكن في النهاية هذه معركة طويلة النفس، احنا كلنا شركة في المعركة دي. انت شريك في هذه المعركة، لما تشك في حاجة لازم تبلغ، لما تشوف حاجة لازم تبلغ، كلنا شركة في هذه المعركة وهي معركة النفس الطويل، ونحن في النهاية لمنتصرون. سيادة اللواء هاني عبد اللطيف متحدث باسم الداخلية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا. يعني ايه أهمية هذه الخلايا اللي تم القبض عليها؟ ايه ما يميزها؟ وانتوا انا عارفة بتقبضوا على ناس كتير الحقيقة. احنا اليوم يا استاذ لميس اعلنا عن ضبط خليه عائده من مجموعه من الاشخاص عائده من سوريا، خمس اشخاص: علي احمد ضياء الدين وشقيقاه محمد وسعد، مصطفى رمضان الغندور، عاطف محمد الحنفي. الخمسه كانوا في غادروا البلاد قبل 30 يونيو 2013 لدوله تركيا، وتسللوا منها لدوله سوريا وانضموا للمعسكرات احدى المعسكرات الارهابيه هناك، وتلقوا تدريبات عسكرية وبدنية ودورات متخصصة في إعداد ربوات متفجرة، وشاركوا مع ما يسمى بالتنظيمات ومسميات المختلفة، سواء النصرة سواء جيش الحر وبعد كده داعش، هذه المسميات الإرهابية. أهم ما جاء في هذا البيان حياة زميس هو الاعترافات. اعترافات بتكشف عن طبيعة التنظيمات الإرهابية سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا، مجموعات من المرتزقة تحت ستار مسميات إسلامية تخدع الشباب لتنفيذ مخططات دولية ونشر الفوضى في المنطقة العربية. الحقيقة الاعترافات دي في حاجة للتحليل ومزيد من التحليل لتوعية الشباب من خطورة هذه التنظيمات والانضمام ليها، وحماية الشباب أيضا من تلك الأفكار المتطرفة. طب دول كانوا موجودين رجعوا مصر انتظارا بقى للتعليمات، ولا كان بالفعل عندهم تعليمات، ولا ايه بالظبط؟ انتظارا للتعليمات. احنا تم ضبط العديد من مثل هذه الخلايا العائدة من سوريا اللي سافرت سوريا قبل 30 يونيو وعادت من سوريا، ست خلايا في محافظات القليوبية والشرقية، والحقيقة عديد من المحافظات ودمياط والدقهلية والقاهرة. تم ضبط ست خلايا من هذه العناصر، وطبعا كلها خلايا كامنة وفي انتظار تعليمات، ومنهم الحقيقة عناصر راجعة ونادمة تماما عن مشاركتها في هذه التنظيمات، ومعظمهم في انتظار تعليمات لبدء تنفيذ عمليات عدائية داخل مصر. شفنا أيضا اعترافات مجموعة من الشباب صغير السن الحقيقة اللي بيستخدموا في إلقاء المتفجرات وإلقاء العبوات الناسفة، وأنا شفت منهم شاب بيبكي، معرفش مدى صدقه الحقيقة. دي عناصر إخوانية. وطبعا احنا الاعترافات حقيقة النهاردة زميز بتكشف تماما طبيعة التحرك الإخواني، وفي هناك أحد الشباب هو بيكشف عن المظاهرات اللي بينزلوها وتجمعات اللي بينزلوها على مدار اليوم وتقسيماتها ومواعيدها. اللي هو الطلبة والتحالف بتاع الكبار، وبعدين في حاجة في الفجر كده بالليل، حاجة اسمها فراشة وحاجة أمور كده طبعا ليها مسمياتها الحركية، وعلى مدار اليوم ومنها لغاية واحدة الصبح تحرك الناس الكبار اللي هم الكبار السن زي ما اتشرح في الفيديو. فالاعترافات الحقيقة محتاجة للتحليل. اعترافات بتكشف أهم ما فيها الحقيقة، بتكشف أمام الشباب طبيعة هذه التنظيمات الإرهابية وكيف يستغل هذا الشباب. الشاب بيبكي يقول أنا بأستغل، هم قاعدين في التكييف وأنا نايم على البلاط وأنا بتحبس وأنا في الشارع، وبيبكي أشد الندم لما تعرض ليه هو وأسرته وأهله نتيجة دخوله في هذه التنظيمات. دول بقى هذه الناس أو الجماعات اللي انتوا بتقبضوا عليهم دلوقتي، دول نيابة عسكرية وقضاء عسكري، ولا دول ايه؟ هيتحولوا ازاي؟ النيابة العامة بتعرضهم على النيابة العامة، والنيابة العامة هي اللي تحدد موقفه. بس المفروض انه خلاص طبقا للقانون الجديد انه دول يتم محاكمتهم امام القضاء العسكري. هو طبعا استاذ ميس النيابه العامه الحقيقه احنا طبعا نزلنا بعمليات بقرار ضبط واحضار من النيابه العامه، والنيابه العامه هتحدد موقفه اذا كان احالتهم النيابه العسكريه ام هيتم محاكمتهم من قضاء. طيب يعني بعض المواطنين ممكن يشعروا على يعني على جانب اللي بتقبضوا عليهم واللي بتكشفوا عنهم ان في تزايد شويه في وتيره العنف في الايام الماضيه، سواء القنبله اللي انفجرت تحت كوبري غمره، اللي حصل في بورسعيد وقتل اثنين، ويعني هل انتم تشعروا ان في تزايد في وتيره العنف ولا ايه بالظبط؟ لا، هو طبعا لما نيجي نقيم الموقف الامني العام الحالي في مصر هنجد انه افضل بكثير
مما كان عليه العام الماضي في نفس التوقيت تقريبا. نفسه لو كنا قارنا ما بين التوقيت الحالي وتوقيت العام الماضي، الحالة الأمنية جيدة والحقيقة، لكن في نفس الوقت لازم المواطن المصري يعلم جيدا المعركة لم تنتهي، بل تحديات بتزداد، وخاصة أن مصر لها بتنجح داخليا ودوليا. النموذج المصري بدأ ينتقل لليبيا، الشعب الليبي بنشوفه في الشارع، بنشوف الجيش الليبي بيحقق انتصارات، النموذج المصري بينتقل لتونس، النموذج المصري بينتقل للعديد من الدول العربية. مفيش شك ان ده هذا الامر بيثير اعداء مصر، بيثير اعداء اصحاب المخطط اللي بنواجهه مصر. احنا مش بنواجه اخوانا السلاميس الان، احنا بنواجه ما هو اكبر من هذا، مخطط دولي ضخم جدا كبير موجود في المنطقة العربية بيستهدف المنطقة العربية. ممكن هو ما تراجعش عن المخطط، ولكن هو ممكن يكون غير التكتيك في النسبة للمخطط، لكن المخطط ما زال قائم واحنا بنواجهه، وبيزداد التحديات بتزداد خاصة في ضوء النجاحات اللي بتشهدها مصر سواء على الصعيد الداخلي او الدولي، وخاصة في ضوء انتقال النموذج المصري الى بعض الدول العربية زي ما هو الان بيبدأ في ليبيا وفي هناك في تونس، وبيبدأ ينتشر في المنطقة العربية، وده طبعا هم بيمثل لهم خطورة كبيرة جدا على المخطط الدولي. طيب بورسعيد، حدث بورسعيد لو تشرح لنا، لان ده برضو حدث فريد من نوعه، ما كانش فيه ابدا تعديات على ميناء او منطقة بضائع بورسعيد، ايه يعني ايه المعلومات اللي عندكم؟ لا هي لسه الان، بس لسه الان لم تحدد هوية هذه الجريمة، ولكن المعلومات المتوفرة انها ليست ارهابية. ليست ارهابية، ليست ممكن تبقى جنائية يعني. جنائية. طب والقنبله اللي اكتشفت تحت او اللي انفجرت تحت كوبري غمره؟ تحت كوبري غمره دي كانت الساعه 4:30 صباح اليوم، وعمال النظافه اسفل كوبري غمره هما بيقوم بعملهم اشتبهوا في جسم غريب، واثناء العبث بيه انفجر، اصيبوا اصابات سطحيه 3 عمال من النظافه، وطبعا انتقلت الحقيقه جهاز المفرقعات، وتبين عبوه بدايه الصنع تم زرعها في احدى صناديق القمامه، وتم تمشيط المنطقه ولم يعثروا على اي عبوات اخرى، والإصابات الحقيقة بسيطة الحمد لله بالنسبة للعمال. بشكرك سيادة اللواء. النهاردة السيد الوزير الداخلية أيضا كان في أعتقد في زيارة لمنطقة النقب، والقوات زار مناطق الشرطة عند كيلو 88، وعدد من الكمائن، تفقد عدد من الكمائن، ومنفذ طابة أيضا، وتفقد الحركة السياحية في هذه المنطقة سواء طابة ونويبع، ويعني اطمن على الكمائن. طيب خلونا نشوف الوضع في سيناء، والوضع في الشريط الحدودي من سيناء. معي على الهاتف سيادة اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. مساء الخير مدام مريم، اهلا بيك. لو تقول لنا اخر الانباء عن الاوضاع، التحريك، الناس، تعويضهم، قول لنا اخر الارقام يا فندم. هو اخر الاخبار حضرتك بالنسبه للشريط الحدودي دلوقتي، في القوات المسلحه طبعا بيقوم بازاله المباني، في نفس الوقت مجلس مدينه رفح والناس متواجدين هناك، الاهالي اللي لهم التعويضات، بحيث بيبقى المنزل القوات المسلحه بتبدا في هدمه قبل ما بتهدمه، بيكون في تنسيق مع مركز مدينة رفح، بحيث بتبقى لجنة بتروح بتشوف بالظبط هل فيه أنفاق ولا مفيهوش، فيه نفق بيبقى مفيش أي في نفق مفيش تعويض. بالظبط بالظبط، مفيش طرد، تاخد فلوسه كاملة. الفلوس أو التعويض احنا قلنا قبل كده حضرتك ان هو التعويض عن المبنى اللي كان ساكن فيه، ويميز اذا كان هو هيكل خرساني أو حوائط حاملة، ثم كمان بالتعويض عن الـ الارض اللي هو كان منشئ عليها المبنى نفسه، يعني برضه خليه مبلغ معدل 100 جنيه للمتر. ثم يعني عشان في لغط ان الناس يقولوا ان التعويض كله عباره عن مش عارف 300 جنيه في الشهر، لا ده حاجه يعني زي ما بنقول علاقه اجتماعيه او يعني تفاعل اجتماعي، ان احنا على اساس بنديله فرصه اذا كان هيبني قطعه يعني قطعه ارض هيشتريها من التعويض ويبني عليها، او هي يعني بيفكر ان هو يقعد في شقه تمليك، فبيبقى في 3 اشهر كده يعني دي اضافه الى التعويض اللي هتديه للبيت، تديله 3 اشهر يعني عشان يوضب اموره. يعني حضرتك يعني مثلا لو واخد مثلا الشيك بتاعه اجمالي مثلا 950 الف جنيه، بديله برضه 900 جنيه
ده لان ده مبدا على على ال 802 اسره يعني. طيب قد ايه صرفتوا يا فندم؟ كم سدد من تعويضات لكم اسره دلوقتي؟ يعني احنا دلوقتي في اصدرنا 28 شيك باجمالي 8 مليون جنيه و45 الف لعدد 25 اسره. هو حضرتك دلوقتي احنا عشان مرتبطين مع القوات المسلحه في هذا العمل، ولكن في اوراق كثيره جدا خلصت ومنتهيه، والناس يعني منتظره اما يحصل الهد للمنزل بتاعها تاخد التعويض بتاعها مباشره. اه فانتوا مش بتدوا التعويض الا لما تتاكدوا ان القوات المسلحه هتقترب من يعني ده داخل ضمن نطاق اعمال القوات المسلحه. اه ويزال في فورا يعني، ما ينتظرش، ما يقعدش يوم ولا اتنين، ما ياخدش فلوس يقعد المنزل يوم او اتنين يستغل في اي حاجه. واحنا متوقعين قد ايه يا فندم؟ متوقعين 800 اسره او 800 منزل تقريبا؟ اه هو حضرتك يعني اللي تم ازالته حتى الان، حضرتك كان في البيان اللي احنا قلناه صرحنا بيه في الاول خالص ان كان في 122 منزل ده اتهد اساسا في فتره لما كان في قوات مسلحه بتتعامل مع البيوت اللي فيها انفاق، فدي بيوت تم تضررها او تصدحها من البيوت اللي فيها الانفاق، ففي اساسا 122 منزل ده يعني تم يعني ازالتهم او هدمهم. وبعدين في الجديد اللي هو من يوم الثلاث اللي فات لحد دلوقتي أزلنا 164 منزل، يعني إجمالي 286 منزل، ويبقى المتبقي حوالي 516 منزل. لكن اللي اتصرف بس 8 مليون جنيه يعني اللي هو فعلي في انتظار بقى لعدد 48 شيك. ايه أغرب حاجة لقيتوها يا سيادة اللواء؟ يعني ايه أغرب حاجة لقيتوها تحت بيت، تحت حاجة، ايه أغرب حاجة؟ لا هو طبعا في حوالي اربع بيوت كان فيها انفاق، ودي طبعا اتحرمت من التعويض. في الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك برضو الناس متفاهمه جدا، والناس يعني الحمد لله مقدره الظرف القومي اللي احنا فيه ومقدره تلك الظروف اللي احنا بنعيشها، فالامور الحمد لله ماشيه. ويمكن انا دايما بقول ان ده اخلاء توافقي، مش يعني ما فيش اي اسم يخلف لذلك او يختلف عن هذا المسمى يعني. احنا مقدرين قد ايه يعني حجم التعويضات؟ حوالي نص مليار او يعني اقل او اكثر او ايه؟ هو اصل حضرتك التعويضات دي مش هتبقى بس عن المباني، احنا برضو في تعويضات عن الزراعات اللي هي كانت متواجده، زراعات كانت على اجناب الطرق في نفس المنطقه، فيعني تقريبا هتبقى حوالي 450 او ما يقرب من ان شاء الله نص مليار. بس التقدير النهائي لعدد البيوت تقريبا قد ايه يا سياده اللواء؟ عدد البيوت حوالي 315 يا فندم. 315 حوالي 315 مليون. يعني لما بتسمع من قناة الجزيرة اللي بتصور من الجانب الآخر وبتحاول انها تصور هدم البيوت على انه كارثة ولا انه يعني حاجة يعني كارثية، وبتقول على لسان البعض انه اللي هيقفل لنا نفق على بعد كيلو هنحفر نفق على بعد 2 كيلو في تحريض علني، يعني ماذا تقول؟ اقول طبعا ان يعني ان لازم احنا جميعا نعي هذا الكلام، ونعي ان القنوات دي هي مش يعني القنوات فعلا مضلله، وقنوات بيبقى يعني الهدف منها فعلا ان هي بتخرب الشعوب، ان هي عايزه تعمل الدول العربيه كلها تبقى نسخه واحده زي ما بيحدث حاليا يعني. هل نسبه المعارضه قد ايه لفكره الانتقال او فكره التحريك يا سياده اللواء؟ لا انا يعني هقول لحضرتك بالامانه، يعني احنا ما يعني بقول لحضرتك بالنسبه لهذا الموضوع فيه الكثير يعي الظرف القومي اللي احنا فيه. حضرتك عارفه طبعا ارتباط الفرد ببيته ومكانه ارضه، ان البيت ده بيعتبر وطن الصغير اللي هو متواجد في الوطن الكبير، ولكن فعلا العوائل اللي هي موجوده على الخط كله مستوعبة من الأول، إن إحنا الكلام ده من شهر 2/2/2014 وإحنا في حوارات فيه أساسا يعني. طيب هل الناس دي هترجع بيوتها تاني أو هترجع هذا المكان تاني بعد فترة، ولا هم خدوا الفلوس دي عشان يبنوا بيت في مكان آخر؟ يعني خلينا حضرتك دلوقتي إن إحنا يعني نشوف الهدف القومي بتاعنا، إن إحنا نحقق الهم القومي بتاعنا دلوقتي حضرتك. طيب وولادهم هيخشوا مدارس مثلا في مكان تاني ولا؟ لا يا فندم، لا كل ده طبعا يعني لا متواجدين في المدارس، و
يعني اي مشاكل اي حاجه حضرتك على طول احنا يعني خلال 24 على مدار ال 24 ساعه في عمل. السكرتير عام المحافظه متواجد مع رئيس مجلس مدينه رفح هناك، احنا على اتصال دائم بحيث لو في اي حاجه في اي مشكله الحمد لله بننزل لها. واحب اكد لحضرتك فعلا مش بقول عشان حاجه، انا صادق مع نفسي، السيد رئيس الجمهوريه يوميا على اتصال ويأكد عليا التعويضات، الناس تاخد اذا كان في اي حد محتاج فرصه ياخد فرصته، مكان امن للناس دي تتواجد فيه، لان دول هم دول مصريين، هم دول يعني الخط الدفاع الاول، ولا ندخل باي حاجه. واي تيسيرات اعملها وانا يعني مسهل لي كل الامور في الحقيقه. السيد رئيس مجلس الوزراء امبارح حضرتك برضه كان على اتصال وقال لي اذا كان هناك مشاكل قلت له يعني ما فيش اي حاجه، فممكن يبقى عمليه ان فيه ناس محتاجه للنقل، ففعلا يعني اصدر توجيهاته ان انا اوفر عربيات ثلاث ارباع لجميع الاسر المجرده بحيث لو عايزه تنتقل لعمق رفح او للشيخ زويد او العريش حتى المحافظات الاخرى مفيش اي مشكله خالص، لان كل الحاجات متوفره. يعني نتمنى ان الدوله ان يعني انتوا بالذات في محافظه شمال سيناء فندم انكم ما تسيبوش الناس دي، يعني حتى بعد صرف التعويضات، ان بما ان معلوماتكم بياناتهم معاكم انكم دايما تراعوهم، يكون في لجان اجتماعيه نشوف الناس دي سكنت فين، عندها مشاكل، يعني ان احنا نراعي هؤلاء بدل ما يعني يصطادهم ناس اخرين يبتدوا بقى يغولوا صدورهم، لازم نراعيهم احنا بزياده شويه. يعني تاكيد لكلام حضرتك، تأكيد لكلام حضرتك طبعا، احنا يمكن كان عندي لقاء اول امس بالمجتمع المدني والجمعيات الاهليه فعلا، والناس يعني في ناس شاركت وفي ناس جاهزه دلوقتي للمشاركه، عشان كده بقول لحضرتك ان احنا على اتصال بمركز رفح على اساس لو في اي حاجه الناس جاهزه ان هي تكون واقفه جنبها. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء. هنا بقى دور المجتمع الاهلي، هنا دور المجتمع المدني، انا عايزه ودور الاحزاب السياسيه بصراحه، يعني عايزين نشوف بقى الناس اللي على الارض، هو مش في نواب ناويين يترشحوا عن شمال سيناء دي، ولا بتوع شمال سيناء، ولا النواب دول هيظهروا لنا فقط يوم الانتخابات وقبل الانتخابات باسبوعين نلاقي يوفط وجنبها صوره السيسي؟ لا، انا عايزه اشوف الناس اللي ناويه ترشح نفسها لمحافظه شمال سيناء هيعملوا ايه على الارض. انا عايزه اشوف المجتمع الاهلي بدل ما بس بيتظاهر ويكتب بيانات في 10 15 نفر هم دول الديمقراطيه وهم دول العمل الاهلي في مصر، انا عايزاهم يشوفوا الناس دي، يذهبوا الى هؤلاء يشوفوا مشاكلهم، يشوفوا طلباتهم، يشوفوا ازاي ممكن هم يساعدوهم. ده دور المجتمع الاهلي، ده دور العمل المدني، هو ده NGO اللي هو ده بالظبط دورهم. العدالة الانتقالية ليست فقط عدالة بقوانين، الدولة ادت فلوس وعملت دورها، دور بقى فيه دور تاني، دور مجتمع مدني بيساعد بيوصل صوت الناس دي للدولة، بيكون ميدياتر في المنتصف، له دور في المنتصف، مش بس ال 15 نفر بتوعكم، يعني مش بس عيلة عبد الفتاح ولا عيلة، مش هم دول بس شغل المجتمع المدني، لأنهم عارفين إن بره ما بيسمعوش ما بيتكلموش غير على ثلاث انفار، أنا عايزاكم تتكلموا عن دول، عايز اسمع عن دول، عايز اسمع دول مشاكلهم ايه، طب ايه مطالبهم، طب ولادهم عندهم مشاكل في المدارس، طب عندهم مشاكل في الصحه، هو ده دور المجتمع المدني. ارجو ان يكون بقى في مجتمع مدني في شمال سيناء، ارجو ان نسمع عن النواب اللي ناويين يرشحوا نفسهم، مش يظهروا لنا فجاه وتحيا مصر وصوره السيسي، مش عايز اشوف ده، عايز اشوف مجتمع مدني وسياسه على الارض. هي فين الاحزاب؟ هو فين الأحزاب اللي شغالة لنا طول النهار بيانات، طول النهار ترفض وتشجب وتعتصم وتضرب عن الطعام؟ هم ليه ما بيشتغلوش هناك؟ ولا هي الأحزاب كلام بس وحنسمع عن وشغالين بيتخانقوا على مقاعد ليست لهم أساسا، ولا حد هيرشحهم؟ فين الأحزاب؟ فين العمل السياسي على الأرض؟ هو ده دور المجتمع المدني والمجتمع السياسي، إذا كان عندنا مجتمع مدني حقيقي وأحزاب سياسية حقيقية. أشرف سويلم محرر الشؤون العسكرية في شمال سيناء. طيب
مش معانا دلوقتي. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل عندنا اخبار كتيرة، عندنا حكم الاخير اللي صدر النهاردة حول الخطوط غير المسجلة، وهنتكلم عن وقفة الشروق، مدينة الشروق القاطنين فيها عمل وقفة احتجاجية على تدني الخدمات، وان شاء الله يكون عندنا وقت نتكلم عن كباين المنتزه.